بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب 25، باب ذم من حلف قبل أن يستحلف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، قال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته، فذلك المؤمن. رواه أحمد والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا رحمه الله تعالى. باب ذم من حلف قبل أن يستحلف. هذا هو آخر باب في هذا الكتاب المبارك، كتاب المنتقى، وهو آخر مسألة من مسائل أيضا الكتاب الأخير، وكتاب القضاء والأحكام. ونتكلم عن الحديث، ثم نتكلم عن هذا الكتاب وعن خاتمته، فلله الحمد والمنة، بعد أن أمضينا فيه أكثر من 33 عاما. طبعا في أوقات متقطعة وظروف، وسأشير إليها في نهاية هذا الدرس إن شاء الله. قال: باب ذم من حلف قبل أن يستحلف، بمعنى أنه ليس الإنسان، أولا معلوم أن كثرة الحلف مذمومة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف، وأن يكون الإنسان حلافا، ولهذا
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم منهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه وإن كان صادقا وإن كان صادقا فما بالك إذا كان صلى الله عليه وسلم كاذبا وغشاشا. فالإنسان لا يكل الحلف. ثم في القضاء لا يحلف من توجهت إليه اليمين ابتداء، لا ولا يقبل، لا بد أن تطلب منه اليمين سواء يطلبها القاضي أو يطلبها الطرف الآخر، يقول أنا للقاضي أنا أريد يمينه مثلا، أو أن القاضي يرى أنه من أجل يتبين الحق ومن أجل يحكم يحتاج إلى أن يسمع يمينا من أحد الأطراف، سواء إذا كان مدعي إذا كان على حد شهدك أو يمينه، أو المدعي عليه إذا كان ليس لدى المدعي بينة كما مر معنا. المقصود أنه لا يحلف الإنسان إلا بطلب، ولو حلف ابتداء ما تعتبر، لابد أن يستحلف. وإذا قال الشيخ باب ذم من حلف قبل أن يستحلف، مع أن النهي العام هو أن لا يجعل المسلم الله عرضة ليمينه، إن الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني هذا فيه معلوم أن فيه يعني ابتذال لمقام الله والاسم الكريم، وإن كان قد لا يقصد، لأن لو قصد الإهانة قد يكفر صلى الله عليه وسلم، قصد الاستهزاء أو قد يصير كفر، لكن لا عادة هو إنما مجرد متهاون. المقصود أنه لا يحلف الإنسان إلا بعد أن يستحلف. فقال باب ذم من حلف قبل أن يستحلف، يعني أنه مذموم وأن هذا منهي عنه قال ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بالجابية، الجابية مكان بين مكة والمدينة، وأظنه بعد الحج حج هذا. فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. قال لكم مراده أنه يعني هو الخليفة وهو في مقام الإمام وولي الأمر. فقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأصحابه، ومعلوم مقام الصحابة رضي الله عليهم. الصحابة هم قوم وجماعة ورجال ونساء طبعا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، ولهذا لا يعدل الصحبة شيء. ولهذا جاء في الحديث غير حديث خلق القرني في معنى لو أنفق أحدكم يعني ما بلغ مدة من أو نصيفه أو كما جاء في الخبر، معنى أنه أن يعني مقام الصحابة مقام عظيم، و اختارهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب نبيه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ
مد أحدهما نصيفه. ما يعني ليس بعد هذا يعني كلام للنظر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ثناء عجيبا ثناء عطرا في قوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية وقف عندها السلف ليغيظ بهم الكفار. فأي نفس تحمل شيئا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحب الله صلى الله عليه وسلم فليخشى على نفسه بهذه الآية ليغيظ بهم الكفار. فالكفار يغيظون من أصحاب رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم الكفار. فأي إنسان له موقف أو مهزوز نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليختبر إيمانه. ومعلوم لو تفكر عقلا القرآن والسنة لم تصل إلينا إلا عن طريق الصحابة. إذا قدحنا في الصحابة قدحنا في الدين كله ما بقى شيء. واسطتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم الصحابة بس هم الطبقة اللي بيننا وبين الصحابة ثم التابعين إلى وصل ما وصل. إذا قدحت في الصف الأول ما بقي حد يعني قطعت ما بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فعجيب يعني ولهذا القرآن أثنى عليه ثناء عجيبا وكثيرا. نعم متفاضلون هم ولا شك ليسوا في درجة واحدة لا شك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء لا شك أنهم أفضل الصحابة أثر المبشرون المهاجرون الأنصار لا حد يقول بعدهم مسلمة الفتح. ومع هذا مسلمة الفتح الله أثنى عليهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقد قال وكلا وعد الله حسنا لا يستجيب. ونعم ما يزال بين من قبل فتح وبعد فتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال وكلا وعد الله حسنا. والأخرى قال للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هؤلاء المهاجرون. والذين تبوؤوا الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. هؤلاء المهاجرون والأنصار بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكيف نجعل غل الصحابة ذلك العموم المؤمنين من لا 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 المسلم لا يحمل غلا
نحو أخيه المؤمن، فما بالك بالصحابة الذين ذكرهم الله مهاجرون وأنصار؟ ثم ألا يدخل عهد التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم بإحسان الصحابة أول شيء، وبعد ثم بعدهم، فليس اتبعوهم فقط التابعون، لا، الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار، يعني من بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هم التابعون بإحسان. فمن كان لفي نفسه شيء نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لم يتبعهم بإحسان، ولن يكون داخل في هذه الآية، لأن الآية قالت سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فرض نفسك، هل أنت اتبعتهم بإحسان؟ إن اتبعتهم بإحسان دخلت في الآية، وإلا فتش في نفسك. قال رضي الله عنه ورضوا عنه، يعني ما في أعظم مقام من أن الله رضي عنهم وأنهم هم رضوا عن الله. وإن كان يعني أعطاهم الله هذا المقام أنهم هم رضوا عن ربهم، ولمن يعني الإنسان أن تطلعه أن يرضى الله عنه، لكن هم يرضوا عن ربهم على عظم المقام والوزن التي وصلوا إليها. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبعون لك الشجرة إلى آخره، فثناء عليهم عجيب، ثناء عاطر. والرسول أثنى على صحابته ودعا لهم، كما قلنا ويكا ليسوا على درجة واحدة لا شك طبعا، لكن يقول هم كالصحابة الصحابة، كل من تحققت له صحبة وهو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا به ومات على ذلك، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. فقال أوصيكم بأصحابي، ولا شك أن الوصية هذه تدل على أنه سيأتي أناس يتعرضون للصحابة، وإلا لا شك أن في جميع الأمم، لو قيل لأي أمة من الأمم، أمة موسى أو عيسى أو نوح، من أفضلكم؟ قالوا هم أصحاب نبينا، لا شك. يعني بعيد أن 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 تصور أن يأتي أحد يقدح في الجيل الذي شهد تنزل الوحي ونقل إلى الوحي، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأتي أناس يقدحون، قال أوصيكم بأصحاب ثم الذين يلونهم. هذا طبعا يدل على الأفضلية، ومر معنا في حديث قبل بابين، خير القرون قرني ثم الذين قال لا أدري، قال الرابعة أو الثالثة والرابعة. أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. وهذا هو الشاهد، هذا هو شاهد الباب في قوله باب ذم من حلف قبل أن يستحلف، فقال حتى يحلف الرجل، وهذا يدل على ضعف الإيمان، يقول حتى يفشو الكذب. ومن فشو الكذب يلجأ الإنسان إلى أن يحلف قبل أن يستحلف، حتى يصدقه صاحبه أو يصدقه من يسمعه. فلجوء الإنسان للحلف إن لجأ إليه يدل على أنه إما في نفسه دخل أو أن البيئة التي فيها فعلا موبوءة، فاحتاج إلى أن يحلف من غير أن يطلب منه،
وإلا الحلف من غير طلب مذموم كما ترجم المصنف. ويشهد الشاهد ولا يستشهد، هذا يدري الشهادة بغير طلب. لا، وإن كان هذا محل تفصيل، أحيانا لا يجوز للإنسان أن يكتب الشهادة، فلا شك أن الإنسان إذا كان عنده شهادة، وإن كان لا يشهد إذا ما يقول أنا عندي شهادة، لكن لا يشهد إذا ما يقول عندي، إذا احتجت ترى عندي شهادة، فهذا يخرج من إثم كتمان الشهادة، لأن العزول ولا تكتب الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فأنت إذا كان تعرف أن بين هذين الرجلين خصومة، وأنت عندك شهادة أن الحق لفلان أو أن المخطئ فلان، فتقول أنت عندي شهادة احتجتها أنا مستعد. فحينما يقول أنا مستعد، هذا لم يشهد قبل أن يستشهد، وإنما أخبرهم أنه عنده علم في الموضوع أو عنده كذا، وعنده يعني شيء قد يفيد في إيصال الحق إلى مستحقه. فكتمان الشهادة حرام ولا يجوز، وقد يكون الكبائر، لكن ابتداء الشهادة من غير طلب هذا هو الذي جاء في هذا الحديث. ويشهد الشاهد ولا يستشهد، يعني قبل أن يستشهد. ثم قال: ألا لا يخلون رجل بمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذا الحديث حقيقة يعني فيه جوامع، وقد يكون الشيخ رحمه الله المجد بن تيمية يعني له يعني حكمة في أن جعله آخر ختم به هذا الكتاب المبارك في هذه وفي لزوم الجماعة فوق كتاب ذلك، فقد يكون ختمه لما فيه من هذه الوصايا الجوامع ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، أو فيما يتعلق بالتحذير من عموم الكذب، لأن الحديث كله في السنة والحديث. وثم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. لا شك أن الله عز وجل خلق الإنسان وجعله نسبا وصهرا من ذكر وأنثى، وجعل لا شك في بينهما جاذبية عجيبة، وما ذلك إلا لتستقيم الحياة، ولكنها الدين جاء بضبط هذه العلاقة لتكون إيجابية وفعلا لتعمر الدنيا على حقيقتها. لا يعمر الدنيا عمرانا حقيقيا إلا حينما تصلح العلاقة بين الرجل والمرأة، وتكون علاقة صحيحة، علاقة طاهرة، علاقة نظيفة، علاقة محترمة، سواء بين الرجل وزوجته، بين الرجل والمرأة الأجنبية، بين الرجل وأمه، بين الرجل وأخته، بين الرجل وبنته، أكثر. فالنساء شقائق الرجال، والعلاقة بينهما حساسة جدا، لا بد أن يحافظ عليها، ولا بد أن تكون مستقيمة. الخلل فيها خلل في الدنيا كلها وفساد، بل إن مفسدي هذا العصر في الحضارة المعاصرة فعلا استهدفوا فساد العالم بفساد المرأة، وأحسب أنه وصل الناس إلى قناعة في الدنيا كلها أن يعني عدم احترام المرأة احترام حقيقيا، وتحديد وظيفة الرجل وظيفة المرأة تحديدا حقيقيا كان به الفساد،
والله عز وجل جعل في الرجل خصائص وطبائع وصفات ليست في المرأة، وجعل في المرأة طبائع وخصائص وصفات ليست في الرجل، وجعل الاختلاف الذي بينهما اختلاف تكامل ولا يستغني أحدهما عن الآخر، بل إن لو أحدهما تجاوز وظيفته إلى وظيفة الآخر فسد العالم. ويكفي ظهورا في هذا وجلاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه، أن يتشبه الرجال بالنساء وأن تتشبه النساء بالرجال. كل واحد لابد أن يحافظ على خصائصه لتستقيم الدنيا، ما يستقيم المعاش ولا يستقيم الحياة ولا البيت ولا المجتمع ولا الدولة ولا الأمة ولا العالم إلا بأن يحافظ كل جنس على خصائصه. وكما قلت هي خصائص تكامل، جعل الله عز وجل لرجل خصائص القوة البدنية وخصائص التحمل والشأن الخارجي كله عند الرجل، وترتب على ذلك أن جعل عليه هو مسؤولية الصرف ومسؤولية الإنفاق إلى آخر. المرأة جعل لها خصائص قوية جدا في عاطفتها وتحملها تحملا آخر. الرجل يتحمل الأمور الخارجية ما لا تتحمل المرأة، والمرأة تتحمل في الشأن الداخلي ما يتحمله الرجل. لاحظوا مثل لو أن رجل وزوجته أو مع أمه أو معه أمه أو أخته في السيارة وصار مشاجرة بين اطلع عليها هو أو أو أو, أو هو أيضا السيارة حصل موقف بحيث أنه احتاج إلى أنه يوقف السيارة فجأة. الرجل حين يوقف السيارة عنده ربضة جعش، المرأة رأسا ترفع صوتها بالصراخ، أو حتى لو شاهدوا مشاجرة ومضاربة بين المرأة تلجأ إلى الصيح والصراخ والولولة. الرجل لا، متماسك جدا، يتماسك ويتخذ مواقف غالبا يعني ينقذ فيها قدر ما يستطيع الموقف، سواء من سيارته أو من مع الآخرين إلى آخره. فالرجل في هذا أوقف أقوى وأصبر. انظر الموقف الثاني في البيت، إذا كان الطفل مريض ومعه حرارة ويبكي يوم يومين ثلاثة، الرجل ما يتحمل، المرأة تتحمل بالأشهر. وأحيانا قد إذا كادر الطفل لا ينام في الليل المرأة عنده، الرجل يروح ينام في غرفة ثانية ما يجسد يتحمل. فالمرأة لها طبيعتها في الداخل ولها طبيعتها في قوة العاطفية وفي 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 ضبطها لأمورها بهذا نوع الأمور، والرجل له نوع آخر. هذا هو التكامل. الله جعل لها الخصائص وجعل لرجلها الخصائص. فأي يعني خلل في هذا يؤثر على العالم. وأنتم لاحظتم ما يعني الرجال قوامون على النساء، طبعا قوامة إدارة ليست قوامة تسلط ولا قوامة ضرب، قوامة إدارة
ولا بد في البيت من يطاع ولا بد من يدير. فالقوام للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوله بما فضل الله بعضهم على بعض يعني غريب هذا التعبير، لم يقل بما فضل الله الرجال على النساء، جعل فيه نوع من 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 التداخل. أيضا الآية اللي قبلها إيش الآية اللي قبلها؟ أنت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولم يقل ما تتمنى ما فضل الرجال النساء، ولا فضل الرجال النساء والنساء الرجال. كان هذا قريب من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، لا تأخذ من صفات النساء ولا النساء من صفات الرجال. فضل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فلم يجعل التفضيل مطلقا للرجال ولا التفضيل مطلقا للنساء، وهذا عجيب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مكسب. إذن هي في ملكيتها ومالها، يعني لها كامل التصرف وكامل التملك، لكن للإدارة قال وبما أنفقوا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما أنفقوا من أموالهم بمعنى أن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق، ولو كانت المرأة غنية لابد أن ينفق عليها، وحقها أن تطالب، لو قصر تطالب بالقضاء ولو عندها ملايين. يعني ما دام أعطينا مسؤولية، ما دام أعطينا نوع قوامة أبغى يتحمل مسؤولية، ما في شيء بدون مقابل. فالمرتبة اللي أنت فيها لابد تترتب عليها مسؤوليات. فالقوامة هذه كمان إدارة نتيجة تأهيل. التأهيل هو المؤهلات، هو ما فضله بعض وما أنفقوا من أموالي. ولهذا لما جاء الميراث قسمته كان المنظور فيه يا أخواني ترى ما هو منظور فيه رجال ونساء، يعني هذا يخطئ بعض الناظرين يظنون أن 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 الرجال للذكر يحظون اثنين. في بعض الأحوال للذكر يحظون اثنين، وليس لأنه ذكر ولا أنثى، إنما لأنه في مقام ينفق، وإلا في بعض أحيان المرأة تأخذ أكثر، بعض أحوال الموارث المرأة تأخذ أكثر. لو فرضنا مال بين يعني أختين وثلاثة أعمام، الأختين يأخذ ثلثين، وثلاثة الأعمام ثلاثة رجال يأخذون الباقي ثلث. في هذه الصورة يعني كل واحد يأخذ ثلث الثلث من الرجال، بينما البنتين تأخذ ثلثين، فهم أخذوا أكثر من الرجال في الصورة. وفي كثير حين الأم تأخذ أكثر، يفرض أنه أيضا أم وأربعة أبناء وخمسة أبناء
أو بني وبنات لهم تأخذ سدس، بينما لو تقسم إذا كان أربعة أبناء وست بنات كم الباقي ينال الولد أقل مما أخذت أمه. المقصود أن ليس القسمة منظور فيها الذكر والأنثى، لا، منظور فيها الذي يصرف. وأين أين 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 يذهب المال؟ وإلا لا شك الذكر والأنثيين حينما يكون أخوات أو بنات بنين وبنات أو إخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فيها تقريبا في هذه الصورتين، إذا كان بنين وبنات وين نزل ابن ابن وبنت وبنت ابن يكون للذكر والحظ الأنثيين، أو أخ وأخت أو ابن وبنت يعني، وإلا في غيره ما يكون ذكر حدثين. أحيانا أيضا الزوج يأخذ الربع ويأخذ النصف، والزوجة تأخذ الربع والثمن. المقصود أن المرأة أو العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة يعني الله عز وجل جعل هكذا جاذبية، ولهذا وأمرت المرأة بالاحتشام، وأمرت بأن المحافظة على زينتها وأن لا تضر زينتها والتبرج إلى آخره. وهنا قال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما شيطان. لا شك أن الفساد بالخلوة، ولهذا لا يجوز أبدا أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم. ثم قال عليكم الجماعة، وهذا أيضا من أركان قيام الأمة وقيام المجتمع. عليكم بالجماعة يعني الائتلاف والاتحاد، ولا يمكن أن يبنى مجتمع ولا أي مجتمع صغير أو كبير، مجتمع أسرة، مجتمع مدرسة، مجتمع بلد، مجتمع دولة، لا يمكن يقوم إلا بالاجتماع بالجماعة. ولهذا يعني قدر الإمكان احرصوا على الجماعة، سواء بأنفسكم أو أن يحث بعضكم بعضا، أو أي رائحة خلاف أو فرقة اجتهدوا أن تأيدوها في أي مكان. ولهذا أبدا ما ضاعت أمتنا إلا بالفرقة أبدا. الاجتماع مقدم على أي، بل حتى مقدم في بصوره حتى على العقيدة. أذكر صورتين، الأولى في موسى وهارون، لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه طبعا قال لأخي هارون اخلفني وأصلح، يعني انت الصلح، وهارون لا شك سيلتزم بالوصية وسيصلح. لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه طبعا جاء السامري وزين لهم العجل ونفق فيها وعمل ما عمل حتى عبدوا العجل. عندما عبدوا العجل كبيرة ذي، هارون اجتهد أن ينبههم وأن يأمرهم، لكنه ملتزم بوصية موسى، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما جاءهم العجل وعبدوه وكان موسى غائب، قال عز وجل ولقد قال لهم هارون يا قوم، انصحهم إنما فتتم به وإن ربكم الرحمن، يعني هذه فاتبعوني وأعطوا أمري، لكن ما قبل ما طعوا، قالوا لن نبرح على عاكفين حتى ترجع موسى، إذا جاء موسى نشوف. تعالى ما جاء موسى يعني النسف لكل دعوتي،
فما قال لي ناخذ براس اخي يجره اليه. كيف تترك القضيه الوثنيه؟ قال يا ابن ام هارون يقول لا تاخذ بلحيتي ولا براس. ليش؟ اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. فهو نصح وبين الحق لكنه حافظ على الاجتماع. ما يعني الاجتماع اهم من قضيه فرقت. اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. وانت قايل لي اصلح، فالاصلاح في بقاء الامه وبقاء الاجتماع. طبعا أقره موسى وذهب إلى السامري وعقب السامري. الثاني حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أظن من غزوة المريسية أحد الغزوات، نزلوا على ماء فاختلف غلامان صبيان عند البير، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار. فالمهاجر قال يا المهاجرين، استفزع، والأنصار قال يا الأنصار. فقام القوم كل واحد، كل المهاجرون سينتصرون للمهاجري والأنصار ينتصرون للأنصار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فمجرد أن دعا دعوة عنصرية، مع أن المهاجرين وصف شريف والأنصار وصف شريف، ما قال يا أوس يا خزرج ولا يا قريش ولا يا بني هاشم، ولا وصف شريف، لكن لما كان تحزبا وعصبية كان مقيتا فرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بيضا. وغضب جدا وحالا ارتحل، ما جعلهم يبقون أبدا، وارتحل صار مثل 3 أيام حتى من أجل أن يدفنها تماما، لأن ظهورها أعوذ بالله قاتل. قال وأنا بين أظهركم، أنا جمعتكم وجمعا، بل أنا قلتكم في أكثر من جلسة إن الهجرة نفسها، الهجرة هي جمع للأمة، أو فعلا يعني نواة تكوين الأمة. الهجرة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهاجروا وأن يجتمعوا في يثرب في المدينة، يعني هو بدء تكوين الأمة. كيف؟ الهجرة يعني أن يأتي كل من أسلم ويبقى في المدينة. المدينة هي المنطقة الوحيدة اللي فيها مسلمون، تجتمع الأمة بأطيافها، الأعرابي، الحضري، الخزرجي، الأوسي، القرشي، اليهودي، المنافق، كلهم جلسوا. فالمدينة جمعت المجموع كله، ليست خاصة بقريش ولا بالأنصار أيضا ولا بالمهاجرين وحدهم ولا بالخزرج ولا ببني هاشم ولا ببني تميم ولا بهذيل ولا بقحطان، إنما كل أطياف الأمة بدأت تتكون هنا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وصهرهم
وقبلهم بكل أطيافهم، حتى اليهود حتى المنافقين حتى كلهم عاشوا وعمل وثيقة المدينة. يعني طبيعة الدولة والأمة لابد تكون من أطياف، ما يكون كله من تميم ولا من قريش ولا كله من العرب ولا كل، ولهذا لابد من الجماعة. لأنه لو 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 خرجت رائحة الفرقة أو التعصب ولا أسهل منها تماما. يعني قبول النفس للانحياز أعوذ بالله مقيت. إن قلت هذا مصري، إن قلت هذا قبطي، إن قلت هذا عربي، إن قلت هذا خليجي، إن قلت هذا جيزاني، إن قلت هذا رياضي، إن قلت هذا مكي، إن قلت هذا مكاوي، العنصرية مباشرة العصبية تنتشر على طول. طبيعة يعني أي إنسان يدعو بدعوة جاهلية. ولذلك يقول عليكم بالجماعة، الجماعة يعني أن يجتمع الأصناف وأن يجتمع مكونات المجتمع الموجود. يعني تلاحظون من السهولة يعني ظهور رائحة العصبية، أو حتى لو إنسان كلم وقال ترى هذا عنده عنصرية أنت ما تتوقف، وهذا ترى متحزب، هذا ترى يعطي جماعته، هذا أي كلمة من هالكلام الناس مباشرة وهذا لا يجوز بأي حال. ولهذا الرسول قال أبي دحو الجاهلية وأنا بين ظهركم، يعني حساسة جدا جدا قضية التفرقة. ومن السهولة فعلا كاشتعال النار في الهشيم. وإذا قال عليكم بالجماعة وإياكم وإياكم فرقة، لأن يعني أي فرقة لا تبقى على فرقتها. لا تظن أنك إذا 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 انحس إلى جماعتك تنتهي، لا، جماعتك سوف توزعون أبدا. لا يعني كونك يعني حس إلى جماعة أو طائفة أو فرقة، هذه الطائفة سوف تتقطع. فالحياة والقوة والسلامة والنمو والإعمار والكل بالجماعة، ليس فوق أبدا. يعني لا تظن أنك بالعصبية أو حينما تنفع تعطي صاحبك أو أنك نجحت، أبدا، فشلت تماما. وأنتم لا يعني لاحظوا الآن، يعني سواء الاستعمار أو الاستعمار، يعني يحرص أي عدو بأي نوع استعمار أو الاستعمار أن 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 يبذر بذور فرقة. ومن السهولة جدا الحديث عن فرقة، إن كنت عن قبلية، إن كنت عن مناطقية، إن كنت عن مذهبية، إن كنت عن جنسية، أشكال وألوان وبنادم أو حتى أسرية أو حتى يعني قابلية الناس للفرقة عجيبة. ولهذا عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. لاحظ البناء العجيب، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. فكلما زادت اللحمة ابتعد الشيطان أبدا، وكل ما افترقت زاد. لاحظ مع الواحد الشيطان، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليزل الجماعة. عجيب، ما في أعظم وأعلى منها، ما في أعظم وأعلى وأغلى من هذه الغاية وهي الجنة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، سواء في الأسرة، سواء في الوطن، سواء في البلد، سواء في القبيلة، أبدا اجمع. وأي إنسان يا إخواني، وأنتم تلاحظون نبلاء الرجال وعقلاء الرجال هم الذين يجمعون الناس، وهم الذين فإن تجتمع عليهم أيضا القلوب
لعقلهم وثقلهم وبعد نظرهم ويعني أيضا هدوئهم وإيمانهم ودينهم. فغالبا تجد يعني قيادات الرجال حقيقيين يعني صدرهم واسعة ويقبلوا يعني ويستوعبون كل الأطياف. هؤلاء هم أهل الجنة. من أراد بحبوعات الجنة فليلزم جماعة. ولهذا يا أخواني أوصي نفسي أوصيكم بهذا المسار. لو أن إخواننا الذين ابتلوا بشبكات التواصل بدل أن يرد بعضهم على بعض وبدل أن 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 أن, أن ينفر بعضهم من بعض حاولوا أن يفسروا كل كلام تفسير إيجابي والله لا تغير الله. لكن المشكلة لا كل تفريق. شوف التعليقات الموجودة والتعقبات كلها تسفيه واتهامات وتصنيفات هذه قاتلة وحقيقة هذا هو طريق النار. بينما لو تغير الخطاب وتغير الحديث وتغيرت الكلمة فإذا أصبحت جامعة وأصبحت تفسر أي كلمة تصدر من أخيك تفسرها تفسير إيجابيا قدر الإمكان وأنت تجد لها في الخير محملة. حاول أي كلمة قدر الإمكان تضر لها إيجابية وأن توجد العذر لأخيك مهما كان. ولهذا يقولون المؤمن عذار. المؤمن بمعنى أنه يلتمس الأعذار. ولو فعلتم هذا حتى في بيوتكم والله حتى مع زوجاتكم مع أبنائكم مع بناتكم مع أقاربكم جيرانكم أبدا لا إيش قدر الإمكان إلا فسر تفسير إيجابي واحمله على المحمل الطيب. إذا هذا الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوب الجنة فليزم جماعة. ثم خاتمة جميلة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. هذا 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 ميزان عجيب إخواني. وحتى علق عليها الشيخ الشوكاني كلام جميل يعني من سرته حسنته تأملوها وساءته سيئته فذلك المؤمن. يعني عشان تختبر نفسك هل أنت مؤمن ولا لا انظر نفسك في هذا الميزان. يقول الشوكاني دليل في هذا دليل على أن السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيئة من خصال الإيمان. لأن من ليس من أهل الإيمان لا يبالي أحسن أم أساء. وأما من كان صحيح الإيمان خالص الدين فإنه لا يزال من سيئته في غم لعلمه بأنه مأخوذ بها محاسب عليها ولا يزال من حسنته في سرور لأنه يعلم أنها مدخرة له في صحائفه فلا يزال حريصا على ذلك حتى يوفقه الله عز وجل لحسن خاتمة. هذا يعني وأظنه من أجمل ما نختم به هذا الكتاب المبارك. يعني انظر في تسرك يعني إذا كنت تسرك حسنتك وتبتهج وطبعا تبتهج بمعنى أنك تفرح بها وتزيد وتؤمل ثواب الله وتشعر أنك أرضيت ربك وأنك قربت من ربك. هذا يعني السرور الحسنة لأنك تعرف آثار الحسنة وتعرف ثواب الحسنة وتعرف يعني بواعث الحسنة وأوسأته سيئته يخفى من الله ويخشى. فهذا هو المهم. فدلائل الإيمان أن تسرك الحسنة وتزداد منها وتتمسك بها ويحسن ظنك بربك أن يثيبك إلى آخره.
وتسوق السيئة تخشى العقوبة، تخشى أن تعاقب عليها، تخشى أن السيئة تتبعها سيئة إلى آخر. وبهذا ننتهي إلى بهذا الكتاب المبارك، كتاب منتقى الأخبار من صحيح من كلام سيد الأخيار، ومؤلفه هو مجد بن تيمية والبركات بن تيمية جد شيخ سالم بن تيمية، وكتاب أثنى عليه العلماء من حيث جمعه لهذه الأحاديث العجيبة ودقته فيها وفقه فيها وجمع طبعا كل أحد الأحكام. ثم أيضا أعان الله سبحانه وتعالى الإمام الشوكاني وهو الإمام الفحل في الفقه وفي أصوله وهو قاضي من اليمن، شرح هذا الكتاب، هذا الشرح المبارك، سماه نيل الأوطار. وإحنا ابتدأنا بهذا الكتاب عام 1406، يعني يصير لنا قريبا 34 عاما. طبعا الحمد لله عام المديد ما خيره كثير. وكن أول ما بدأنا كانت الدروس يومية، دروس يومية معه غيره، كان معه تسليم كثير وكان معه كتب أخرى كنا نقرأها. ثم حصل طبعا حصل انقطاعات، كنا في الحج وفي رمضان كنا ما نقرأ فيه نظرا لأن نقرأ طوال السنة. ثم حصل أنه جاءت أعمال وصار الاستقرار في مكة ليس منتظما، فصار في انقطاع كثير. فكنت موازنة بين ابن كثير تسمى كثير ونيل المنتقى، حتى صار عام 1417 تقريبا توقفنا عن هذا الكتاب، واستمر الكلام فيه مع تفسير ابن كثير حتى انتهى الحمد قبل عام ونصف تقريبا عامين، انهينا ابن كثير ثم استأنفنا ما تبقى من هذا الكتاب المبارك. وهذا اليوم الاثنين 22 من شهر رمضان المبارك من عام 40 و400 ألف ننهي هذا الكتاب المبارك وفي مكة المكرمة وبعد صلاة الفجر من هذا اليوم، وفي هذا المقام مقابل الركن اليماني في نهاية حاشيتي صحن المطاف انتهى هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، ولا أدري طبعا من عاش معنا هذه المدة ومن راح. هل فيكم أحد معنا من أول يوم؟ الغريب أن قبل سنة ونص واحد من الأخوان كتب لي ورقة قال إنه معي من ذلك اليوم، بس لكني غاب أن نأخذ اسمه. فإذا منكم أحد كان معنا من أول يوم، معني أستبعد طبعا من أول يوم 46، هذا الشيخ علي هو أنه معنا من ها؟ لا الشيخ علي، الشيخ علي يقول أنه معنا من ذاك اليوم. فالله يبارك في عمره ومن في عمره. والحمد لله على التمام والكمال، وأسأل الله أيضا يحسن خاتمتنا وأعمالنا ويتقبل منا إن شاء الله، ويجعل عمله عملنا وعلمنا ما علمنا خالصا لوجهه الكريم وفي هذا البيت المبارك والمكان المبارك. وطبعا ما بقي من الشهر نحاول أن يكون إن شاء الله عن الصيام وحديث الصيام، قد نكون من سبل السلامة من البلوغ المرامة، نقرأ إن شاء الله في ما بقي من أيام في حديث الصيام من كتاب بلوغ المرامة إن شاء الله،
صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.